بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أستأذنكم في أيام العيد هذه لكي أوافيكم في هذا الموعد اليومي بآخر مستجدات حصيلة الحالة الوبائية ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية. فخلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الساعة 6 من يوم أمس والساعة 6 ليوم الخميس 30 يوليو 2020، سجلت منظومة الرصد والمراقبة الوبائية لجائحة كوفيد ما مجموعه 1046 حالة إيجابية جديدة ومؤكدة. أعيد، 1046 حالة إيجابية جديدة ومؤكدة، رقم قياسي ثاني لم نكن في حاجة إليه. الأيام تتوالى والأرقام تتصاعد والأرواح تتساقط. 89% من هذه الحالات تم رصدها عن طريق برنامج تتبع المخالطين، وهكذا يصل العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس سارس كوف إلى 23259 حالة، أي بنسبة معدل تراكمي 64 حالة لكل 100,000 نسمة. تجدر الإشارة فيما يخص التوزيع الزمني لهذه الحالات 23259 المسجلة منذ 2 مارس 2020 في بلادنا أننا قد استغرقنا في تسجيل النصف الأول منها، يعني 50%، أي ما يقارب 11600 أو 12000، استغرقنا ما يزيد عن 4 أشهر. لهذا بينما استغرقنا لل50000 الثانية إلا 28 يوم فقط. وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على النسق العالي للانتشار الفيروس بين المواطنين والمواطنات، وكذلك يدل على تزامن هذا الارتفاع مع بداية الرفع من الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا في الأيام هذه العطل، أيام العطل وأيام الأعياد. فيما يخص التوزيع الترابي لهذه الحالات 1046 فهو على الشكل التالي: جهة الدار البيضاء سطات 267 حالة موزعة كالتالي: 231 بالدار البيضاء، 16 بالنواصر، 7 ببرشيد، 6 بالمحمدية، 2 بجديدة، 4 في مديونة، و1 في بن سليمان. جهة طنجة تطوان 258 حالة، من بينها 235 حالة في طنجة، 13 في تطوان، و5 بالعريش، و3 بالحسيمة، وحالة واحدة بكل من شفشاون ووزان. جهة فاس مكناس 227 حالة، 213 بفاس، 12 بمكناس، وحالتين بالحاجب. جهة مراكش آسفي 118 الحالة، 94 بمراكش، 9 بالصويرة، و6 بآسفي، 5 بالحوز، وحالة بكل من اليوسفية والقلعة. جهة الرباط سلا القنيطرة 95 حالة، 48 حالة بسيدي قاسم، 14 الحالة بسلا، 12 بالقنيطرة، واحدة حالة بالخميسات، و2 بسيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات، 7 منها في بني ملال و3 بخنيفرة. جهة سوس مسا 4 حالات بأكادير. جهة الداخلة والذهب 4 حالات بالداخلة. الجهة الشرقية 33 حالة، 11 بوجدة، 16 بجرادة، حالة بالناظور، حالتين بفقيق، و3 حالات
بمدينة توريرت، جهة درعا تافيلالت 30 حالة، الرشيدية 15 ورزازات 10 وتنغير 5، بينما الحمد لله جوج ديال الجهات لم تسجل أي حالة، جهة قلميم ودنون وجهة العيون الساقية الحمراء. فيما يخص الحالات النشطة تصل إلى حد الآن إلى 5602، يعني أن 5602 مواطن ومواطنة يرقدون في مستشفيات المملكة. فمنذ بضعة أسابيع كنا نعد هذه الحالات النشطة بالمئات، وها نحن الآن نعدها بالآلاف. 5602 مريض أو مصاب يرقدون في المستشفيات عوض أن يكونوا في بيوتهم مع عدويهم في هذا اليوم، يوم وقفة عرفات ويوم عيد الأضحى، وغدا يوم عيد الأضحى. فالتوزيع هو كالتالي: في مستشفيات جهة طنجة تطوان فهي تأوي 1644 حالة، جهة مستشفيات الدار البيضاء يرقد بها 1597 حالة، فاس مكناس 1164 مريض، مراكش أسفي 587، الرباط سالة القنيطرة 293، الجهة الشرقية 95 حالة استشفاء، درعا تافيلالت 73، بني ملال خنيفرة 54، الداخلة واد الذهب 51، سوس ماستا 26، العيون الساقية الحمراء 10، جهات قلميم ودنون 5، المجموع 5602. فيما يتعلق بالحالات المستبعدة بعد إجراء تحاليل المخبرية اللازمة، فقد بلغ عددها 20114 الحالة مستبعدة. بالنسبة لحالات التعافي، سجلنا والحمد لله 186 حالة تعافي، ليصل العدد الإجمالي عدد حالات شفاء إلى 17511، بنسبة تعافي تناهز 74%. لكن للأسف سجلنا 12 حالة وفاة من بين الأرقام العالية إلى حد الآن في نسبة الوفيات، ليصل مجموع الوفيات المرتبط بداء الكوفيد إلى 346 حالة وفاة. وقد سجلت هذه الحالات، حالات الوفيات في المستشفيات والأقاليم التالية: جوج بجهة طنجة، 5 بجهة الدار البيضاء، 2 بجهة فاس، 2 بفاس، 1 بمكناس، 1 بمدينة بركان، ووفاة 1 بمدينة مراكش. فيما يخص الحالات الحرجة والخطيرة، فترقد إلى حد الآن 79 حالة حرجة وخطيرة، وهي موزعة كالتالي: الدار البيضاء 22 حالة خطيرة، من بينها 5 تحت التنفس الاصطناعي، مراكش 23 حالة من بينها حالتين تحت التنفس الاصطناعي، طنجة تطوان 18 حالة، فاس مكناس 12 حالة من بينها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي، الرباط سلا القنيطرة 2 ديال الحالات من بينها حالة حرجة، سوس ماسة حالة واحدة. إذن 79 حالة حرجة أو خطيرة ترقص في قسم الإنعاش في مستشفيات المملكة. وأخيرا، وفي هذا اليوم الأجل، يوم وقفة عرفات، ندعو بالرحمة لكل من فارقنا وبالشفاء والصحة لكل مرضانا. كنت أود أن يكون لدي أرقام أحسن لكي أقدمها في هذا اليوم الخاص، لكن هذا ما حصدناه جميعا من تصرفاتنا، ولكن لي اليقين أننا جميعا إذا تداركنا أنفسنا فنستطيع أن نعطي الأحسن، فلنعمل جميعا على احترام شروط الأمان. وعيدكم مبارك سعيد، وشكرا.